عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مع أصحاب السعادة النواب بشأن آخر مستجدات مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم 70 لسنة 2020، حيث تم استعراض البنود المقترحة بعد تعديلها ومراجعتها من الجهات الحكومية المعنية من أجل التوافق بشأنها، وبعد الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها السلطة التشريعية. وفيما يتعلق ببند المصروفات، فقد تضمن تعديل إجمالي تقديرات المصروفات بمقدار 100 مليون دينار، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بسقف المصروفات وتعديل إجمالي تقديرات مصروفات المشاريع بمقدار 53 مليون دينار. وتم تعديل سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة من 45 دولارا أمريكيا لكل برميل إلى 50 دولارا أمريكيا لكل برميل. وأشارت اللجنة إلى أن بنود قطاع الحماية الاجتماعية تضمنت تعديل تقديرات القطاع بما يتطابق مع تقديرات الميزانية العامة للدولة السابقة للسنوات 2019-2020. أما فيما يتعلق باستغلال الإيرادات الحكومية في الميزانية، تم التوافق على استغلال إيرادات البلديات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمناطق الداخلية وزيادة المصروفات التشغيلية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل استكمال الكوادر الوظيفية في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية. كما تمت مضاعفة حجم الميزانية من أجل تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في المجال التعليمي. وأكدت اللجنة استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول، حيث تم دراسة دعم الكهرباء بشكل كبير، كما سيتم الاستمرار في تنفيذ مشاريع الملف الإسكاني وزيادة مشاريع ميزانية المشاريع بوزارة الشؤون الشباب والرياضة. أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي، سيتم العمل مع وزارة الصحة للتأكد من وجود الطواقم الطبية الكافية على مدار الساعة وفتح المراكز الصحية لمدة 24 ساعة، وتم رصد ميزانية كافية لذلك. تم عقد اجتماع تنسيقي مع أصحاب سعادة النواب، مناقشة حيثيات الميزانية اللي أتت في ظروف استثنائية، وكان تحدي مالي واقتصادي على الدولة أن تجتازه. والمعايير الواضحة أمامنا أن الدولة لأن اقتصادها متين وقادر على يعني التحديات، ورسم يعني أهم جزئية هو استقرار المعيشي للمواطنين، توجيهات جلالة الملك وسيدي سمو العهد رئيس مجلس الوزراء كانت تصب على حفاظ على مكتسبات المواطنين بشكل أساسي، وهذا ساعدنا في يعني تعديل بعض الجزئيات في الموازنة بحيث تتناسب مع الرؤية وتتناسب مع طموح وطلعت أصحاب سعادة النواب. أهم الجزئيات اللي طرقنا فيها كان تعديل الجزئية أو رفع المبالغ المرصودة في بند الحماية الاجتماعية، وأيضا طرقنا إلى جزئية توطين الوظائف في بعض القطاعات عن طريق مبادرة جديدة أطلقت في الموازنة الموجودة حاليا، هو برنامج تدريب على رأس العمل.